السلام عليكم. راح نبلش with granulation and preparation of pharmaceutical granules. But before discussing granulation and what is the granules, what is the purpose of granulation in pharmaceutical preparation is to make a tablet. Please look at that scheme. For tablet manufacturing, look at the raw material. طلعوا على raw material. لو كانت fine powder, هدول الفاين powder uncompressible. ساعتها أنا لازم أعملهم granulation. وعندي طريقتين رح نحكي فيهم للgranulation. لكن اللي رح نشتغلها بلابنا أو رح نحكيها بلابنا اللي هي wet granulation. الطريقة الثانية اللي هي dry granulation technique. رح أحكي عنهم. بس إذا طلعت على الرو ماتيريال وكانوا كريستالين, they are compressible by themselves. So بس علي إني أحضرهم بإشي اسمه direct compression, رح نحكي عنه باللاب اللي بعده. إحنا بلاب 5 رح نحكي عنه باللاب اللي بعده اللي هو manufacturing of tablet. خلينا نطلع لو كان الفاين باودر طبيعته هذا الفاين باودر انكمبرسبل, بتأثر بالحرارة وبتأثر بالمويشر, يعني بصير له هيدروليسيس وبصير له ديكمبوزيشن باي هيت. ساعتها أنا لا أستطيع أني أعمل له ويت جرانوليشن, لأنه الويت جرانوليشن رح أضيف بايندر ليكويد اللي هو عبارة عن مية مع باودر تاني, بصير زي الجلو, جلو لايك زي الصمغ, وبقدر أعمل منه دو, وبعدين بعمل سايزنج وبحطها بالأوفن, يعني فيها أوفن. فإذا خلينا نبلش بالدراي جرانوليشن. دراي جرانوليشن طبيعة الرو ماتيريال بتتأثر بالحرارة وبتتأثر بالمويشر. فبجيب الفاين باودر بجمعهم كلياتهم, ممكن أضيف عليهم دراي بايندر, يعني أي بايندر دراي بدون مية. في جهاز كبير, مكبس كبير, مساحة سطح كبير, ضغط عالي رح نكبسه. فإذا أول عملية كومبريشن بسموها سلاجينج, تطلع سلاج. سلاج هاي بتشبه الشيت, بتشبه الصفحة, يعني thin sheet. هلا بنعمل لها controlled milling, يعني grinding, طحن بس control. بطلع عندي dry granule, بكبسها مرة تانية بتطلع عندي tablet. فالdry granulation عادة بسموها double compression technique. مرة تانية fine powder, ممكن أحط له dry binder, بعمل له compression بجهاز كبير, مكبس كبير, سطح عالي, ضغط عالي, بتطلع شيت بسموها slug, والطريقة بسموها slugging. بعدين نعمل controlled milling أو grinding, بتطلع عندي dry granules, نكبسها مرة تانية بتطلع عندي tablet. أو في جهاز تاني اسمه roller compactor. هذا roller compactor عبارة عن two huge rolls, يعني دواليب كبيرة, مندخل الباودر فيه, وخلال عملية الحركة لهدول التو رولز عكس بعض رح ينكبس ويطلع بشكل ريبون. بيطلع بشكل ريبون زي الشريط. هذا الشريط very thin, برضو بتعرض لcontrolled milling وبعدين عملية compression. فبرجع بحكي الدراي granulation بسموها double compression, رح تاخدوها أكيد بالمادة. احنا مش بصدد هذا الحكي بلابنا. لابنا رح نحكي عن الويت جرانوليشن, يعني الفاين باودر نفسهم ريزيست الهيدروليسيس وريزيست اني ديجريديشن بالهيت. بجيب الفاين باودر, بكون بحضر البايندينج ليكويد. هذا البايندينج ليكويد له خصائص كتير. احنا اليوم رح نستخدم الستارش. الستارش لما نسخنه رح يتحول لديكسترين. ديكسترين فيها لزوجة فيسكوس, فهاي الفيسكوسيتي هي اللي رح نستغلها عشان نعمل الدو أو العجنة الدو. فإذا رح نضيف بس 8 ml, this is optimum. وإحنا رح نعملها رح تشوفوا بالفيديو 8 ml رح تكون فيسكوس, ورح نديرها كلها على الفاين باودر بعد ما نوزنه ونخلطه جيومتريكالي. رح تكون عندي دو. هاي الدو رح أحكي شوية صفاتها. الدو بتبين زي كأنها باودر, زي الباودر المرطب,
اوكي، بس اجمعها بايدي، احنا رح نشتغل بايدينا، نجمعها بايدي بتعطيني كتله متماسكه، اضربها بترجع بتتفتفت مره ثانيه، يعني مش مبينه انها عجنه متماسكه، لكن بس اجمعها بايدي بتبين كانها عجنه متماسكه. بجيب بعملها سايزنج، سايزنج يعني بعطيها شكل، باي سيفنج يعني بجيب سيف بابريتشر سايز معين حسب المش نمبر، حسب ايش بدي اياها، لارج جرانيولز ولا سمول جرانيولز، حسب انا شو بدي، وبعملها سايزنج. رح يطلعوا الجرانيولز هدول ويت، رح اعملهم دراينج، رح احطهم باوفن درجه حرارته 56، لا تتجاوز ال 60، بليز انتبهوا لهي درجه الحراره. بعدين بضيف بقيه الكومبوننت، وبعدين بروح بعملها كومبريشن وبحولها للتابلت. فإذا غرضنا من الجرانيوليشن هي عبارة عن التابلت مانيوفاكتشرينج. خلينا نشوف what is really meant by granulation. Granulation هي زي إنه عم بجيب الفاين باودر وبجمعهم together to make one large granules. ممكن تكون of the same powder or multi powders, the same size or different sizes. Anyway, هي بنسميها multi particulate system، يعني أكثر من particles adhere together. والال typical size تبعها من 0.2 ل 0.5 نانو مليمتر، من 0.2 ل 0.5 مليمتر. إذا نحولها نحكي من 200 ل 500 مايكرومتر. What is really the purpose of granulation؟ ليش إحنا بنعمل granulation؟ Listen to me. If you have different granules with different sizes, لما نيجي نحطهم بأي كونتينر ويتعرض هذا الكونتينر لعملية agitation أو vibration، رح يصير segregation. Segregation يفصل حسب density أو size. فاللارج بارتيكلز رح تكون at the top، والسمول اللي هي denser particle رح تكون at the bottom. تخيلوا this is the smallest is the drug and these are excipient. هاد رح يجي يعبي التابلت داي أو الكابسول. رح تكون التابلت اللي رح تتعبى بالبداية فيها excipient ما فيها drug، يعني فيها content uniformity ما فيها content uniformity. فالأحرفية لو جمعت هدول الفورميلا large والسمول والميديم بون جرانيول بسبيسيفيك سايز، هلا لما تتعرض لعملية اجيتيشن او فايبريشن ما في سيجريجيشن، كلهم نفس السايز. لما يجوا يعبوا طبعا التابلت داي بتتعبى بالحجم، ما في ميزان تحتيها يحكي لي انت وصلتي للوزنة. فإحنا الحجم الدنسيتي مهم لأنه بيعبر لي عن الكمية. فلهيك يا جماعة عم بحكي إذا كلهم نفس السايز جرانيولز بحجم معين دنسيتي معينة وتعرضوا لأجيتيشن فايبريشن، رح يعبوا هاي الداي بريت معين بكمية معينة تقريبا برينج ثابت، ما في سيجريجيشن، والكونتنت يونيفورميتي رح تكون عالية. فإذا هاي الاستفادة الأولى من عملية الجرانيوليشن. الاستفادة الثانية من عملية الجرانيوليشن إني أحسن الفلو بروبرتي. What's really meant by flow؟ فلو اللي هو الانسكاب، يعني this is my pencil or pen، بدي أخليه to flow. هلا في نحكي different forces affecting that pencil or pen، اللي هو أول شيء الإشي اللي بحفزها تنزل to flow اللي هي the gravitational forces. Gravitational forces affected really by diameter. كل ما بزيد الديامتر كل ما بزيد the gravitational forces. وشو رأيكم نسميها driving force؟ then gravitational force هي اللي driving force. الفورس الثانية اللي عكس dragging force اللي هي أنا ماسكة هذا الألم بإيدي، فالكونتاكت بين أصابعي وبين الألم هو اللي، وكل ما زادت surface area للكونتاكت هذا بسميه adhesive forces، لأنه بين different materials إيدي والألم. كل ما بتزيد كل ما بقل الفلو. ففي عوامل مختلفة عبين ما تغلب واحدة عن التانية بصير عملية الفلو. وجدوا يا جماعة عشان يكون الفلو أحسن
لازم نزيد الدياميتر، واحنا بالدياميت بالجرانيوليشن عم نزيد الدياميتر، ولو عملناها اشبه بالسفير اللي هي هوموجينيوس لها دياميتر واحد مونو دياميتر، الكونتاكت بوينت بينها وبين التابلت او الباودر الثاني والجرانيول الثاني راح تكون اقل ما يمكن. هاي الكونتاكت اللي هي الكوهيسيف وور اديهيسيف بروبرتي. لحظه، كوهيسيف different the same particles, the same types of particles, adhesive different particles. فأنا عشان أزيد الفلو لازم تتغلب الدرايفنج فورس اللي هي الجرافيشنال فورسز اللي بتعتمد على اللي بتعتمد على الدياميتر. فأنا ريلي بالجرانيوليشن عم بزيد الدياميتر، يعني بزيد الدرايفنج فورس، ومين وايل عم بقلل الدراجنج فورس لأني بقلل الكونتاكت بوينت بين البارتيكلز مع بعض، لأنها بعملها سموث سفير أقرب إلى السفير، فبالتالي بقلل الدراجنج فورس، بزيد الفلو. لما بزيد الفلو مش بهمني يكون الفلو عالي بس، ويكون ثابت، يعني الريت ثابت عشان يعبي هاي التابلت داي بنفس الريت، يعني كل مرة نفس الكمية خلال نفس الزمن، هذا رح يعمل كونتنت يونيفورميتي عالي. يعني صار عندي كونتنت يونيفورميتي عالية بإشيين يا جماعة، لما عملت جرانيولز وقللت السيجريجيشن، ولما عملت جرانيولز وزدت الفلو أنا أو حسنت الفلو أو خليته constant flow، فزدت الكونتنت يونيفورميتي. الجين الثالث اللي ممكن استفيده بالجرانيوليشن اني بحسن الكومباكشن بروبريتيز. بعض انواع الباودر، listen to me، هاي باودر بطبق عليه كومبريشن فورس بتحول ل ديسك لايك زي التابلت، بعد شوي بيكون فريبل هش برجع مره ثانيه يتفتفت. وجدوا انه بالويت جرانيوليشن، مش احنا عم نضيف بايندينج ليكويد، لحظه مس، هذا ايش البايندينج ليكويد؟ البايندينج ليكويد هو عباره عن ميه بلس باودر، واحنا رح نستخدم الستارش مع حراره، يعني رح تطلع جلو لايك بروبرتي، يعني ميه موجوده فيه. طيب انا ضفته على الباودر وعملت عجنه، بعدين عملت له سايزنج واعطيته شكل الابريتشر، شكل الفتحه بالسيف، وبعدين نشفته. هلا تخيلوا هاي الجرانيول المبلوله محطوطه بالاوفن. هلا شو رح يصير؟ هاي الجرانيول تحتوي على الميه، الميه مخلوطه مع البايندر. اثناء عمليه الدراينس رح يتحرك الميه من السنتر وتروح على الغلاف الخارجي اللي موجود عندي هون، فنشفت المي وتركت البايندر اللي بتحمله، فاذا هون بايندر ونفس الشيء هون بايندر، يعني غلاف خارجي. هلا دخلت عنصر جديد للجرانيولز ما كان موجود اصلا، الباودر توجذر ما بنكبسوا، هدول لما نعمل عمليه كومبريشن رح ينكبسوا، رح يعطيني كوهيرنت ديسك. شو يعني كوهيرنت ديسك؟ يعني ديسك ثابت، يعني attached، مرتب، يعني ملزق مع بعض، ماشي، coherent disk. كمان gains يا جماعة، بتعامل مع fine powder، وإذا كان hazardous يعني زي الانتي كانسرز دراج، عم تتحرك بتيوبز وبتمشي بماشينز، عم تتحول لدست، الناس اللي حواليها عم بيعملوا inhalation لهاي الدستي ماتيريال اللي هي توكسيك، عم بعمل عم تخسر هدول بوتنت وغاليين كمان، عم بخسر الاكتيف انجريدينت، عم بعمل تلوث للفاكتوري للمكان اللي عم بشتغل فيه. فلهيك يا جماعه لازم احول هاي الفاين باودر الى جرانيولز. التندنسي اوف داستنج رح تقل بالحركه بالموفمنت، ما خسرت، ما لوثت، ما اذيت، لانه ذس از فيري هازاردس. كمان شغله تانية احنا ممكن نشوفها عندنا بالبيوت، لما بتعامل مع فاين باودر ويتعرض لنسبه رطوبه، لما بيكون هيجروسكوبيك وحوالين الباودر رح تكون طبقه من المي، رح تخلي الباودر يلتصق مع بعضه البعض، يعطيني شيء اسمه هارت كيك. يعني مثل المطربان عندي بالمطبخ ممكن يرطب ويصير زي الحجر، هارد كيك.
أنا ما بحكي عن كمية قليلة، أنا بحكي عن طن أو أطنان من الرو ماتيريال الهيجروسكوبيك الفاين، إذا تخزنت بمكان سيء رح تتحول لصخرة كبيرة خسرتها، فليش ما حولها into granules؟ هيك بقلل السيرفس area for absorption of moisture، وبالتالي بزيد الاستابيليتي لإلها وبتضلها فترة أطول وما بتتحول لهارد كيك. خلينا نشوف إحنا شو رح نعمل بمختبرنا. اتفقنا انه رح نشتغل عبارة عن الويت جرانوليشن، الدراي جرانوليشن حكينا عنها، بس اللي هي الدبل كومبريشن. اما الويت جرانوليشن كبروسيس رح نشتغلها على باراسيتامول تابلت. ومين فينا ما بيستخدم الباراسيتامول تابلت؟ اذا حكينا وزنة التابلت الوحدة هي عبارة عن 600 ملغرام، فرح يكون في عندي تيبل بحكي لي الاكت الانجريدينت نحكي، ورح نبلش بالباراسيتامول. رح نشوف الكمية بالمليغرام للتابلت الوحدة، وطبعا احنا رح نحضر 50 تابلت، وعشان الميزان بيوزنني بالجرام رح نحولها لجرام. فإذا هذا ملغرام بير 1 تابلت، وهاي 50 تابلت الكمية رح تكون بالجرام. إحنا بنعرف يا جماعة إنه 500 ملغرام من الباراسيتامول بالتابلت الوحدة، باجي بحكي 500 في 50، أنا رح حضر 50 تابلت، يعني 25 ومعاها 3 اصفار ملغرام. عشان يا جماعة this is ملغرام، عشان احوله لجرام بقسمه على 1000، يعني رح تصير 25 جرام. فاذا اول شيء رح اوزن 25 جرام من الباراسيتامول. واتفقنا انه وزنة التابلت اللي اسميها final tablet weight هي 600 ملغرام، هاي البربوس تبعتي. بسألكم 500 ملغرام هل هي ويابل؟ يعني 500 لحالها كتابلت ك500 هل هي ويابل نوتسبل هاندلبل؟ يعني this is نص جرام ممكن اوزنها واشوفها واتعامل معها، يعني هي مش بحاجة لفيلر، فيلر او المادة اللي بتزيد البالكنس. احنا رح نستخدم لاكتوز كمية قليلة بالتابلت الوحدة 8 ملغرام. ريلي اللاكتوز ممكن يكون فيلر او الى اهداف تانية، ممكن يزيد الكوهيرنس او بيزيد الكمبرسابيليتي، احنا رح نضيف كمية قليلة منه. خليني انا وياكم نتفق، اذا كان الاكتف انجريدينت اكتر من 50 ملغرام حاجتي للديليوانت، الديليوانت او الفيلر قليلة لانه بلكي بحد ذاته. اذا كان الاكتف انجريدينت اقل من 50 ملغرام الديليوانت حاجتي له كبيرة لانه رح احتاجه. اعطيكو اكزامبل، لو كان عندي الاكتف انجريدينت 10 ملغرام هل هو ويابل هاندلبل نوتسبل؟ لا، يعني ما بشوفه، وصعب اني بدي ميزان حساس كتير عشان اقدر اوزنه. فلهيك انا بحاجة لفيلر اكبره اخليه بلكي، فيلر بلكي بقدر اوزنه. طيب فاذا انا خليني احسب الكمية اللي بحتاجها من